هذيك هي تفهمت بالغلط. نعم هو السؤال تسأل تخن تقبل دونك مانيش انا تخن تقبل اي معني ما فهمت الناس تكون انا ومانيش انا فهمت. وبعديك كيفاش بعتوا انت وهاش مقادوش دونك العباد ربطت انديريكتومون انه هاش مقادوش خانها يعني هو ما فهمش خيانة اصلا الحكاية تو سامبلومون ما تفهمناش في حاجات كاو تفضلت هكاك كل حد على روحه معني ما صار ما فهمش فهمش حدث صار فمش لا خيانه لا درشه ولا فما حد شيء. انا المشكل انه دونك ما تحكيش حاجه غلطه ما يقلقنيش وهذا الخلاف اللي بدا مع امين في الفازه هي يعني تحب تجبدني تقول هشام اصلي ما هشام ما يقلقنيش ما تقول مثلا كيما امين قال هشام هو اللي مشى حل شان وحده هو اللي مشى دونك العبيد ربطت لي انا اللي بديت بال دونك جاوبت ما في فازه الخيانه ما خذيتش اون بلور كبير برشا دونك ما جاوبتش عليها تعديت ما في الباقي الكل حتى كي جبت نورمال على الاخر وتحكي اللي صار ما تفهمناش كل حد على روحه والتوا نورمال نحكيو عادي وما صارش ما فهمش حدث هذا اللي نحب نفسر للعباد ما فهمش حاجه صارت كاو تركوا ماتوا كاو